الخير، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من شوط إضافي تتابعون فيها. شادي حلوة رئيسا لنادي أهلي حلب بالتزكية بعد انسحاب منافسيه. قمة مرتقبة بين فرنسا وبلجيكا في دور 16 ليورو 2024، والبرتغال بقيادة رونالدو تسعى للوصول لدور الثمانية من بوابة سلوفينيا. أعلن نادي أهلي حلب تعيين شادي حلوة رئيسا لمجلس إدارته بالتزكية خلال المؤتمر الانتخابي للنادي، وذلك بعد انسحاب منافسيه. وجاء في الصفحة الرسمية للقلعة الأهلاوية على فيسبوك الإعلامي شادي حلوة رسميا رئيسا لمجلس إدارة النادي الاتحاد أهلي حلب. كان حلو عضوا لمجلس الإدارة السابقة برئاسة رصين مارتيني. تضم الإدارة الجديدة كل من محمود عنبر الذي سيكون المسؤول عن المنشآت والاستثمار، وأحمد بوادقجي والذي سيكون مسؤول التنظيم، وفراس كيال كمسؤول للعلاقات العامة. أما في ملف كرة القدم فسيتواجد أيمن حبال اللاعب السابق لأهلي حلب ومنتخب سوريا كمسؤول على اللعبة. وفي كرة السلة ستكون شيرين شيخ اسماعيل المسؤولة عن هذه الرياضة وعن باقي الألعاب الجماعية. سيكون عبد الرحمن مستت مسؤولا عن الألعاب الفردية وألعاب القوى. الحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض اللاعب السابق لنادي أهلي حلب عماد حداد. مساء الخير، أهلا ومرحبا بك كابتن. ألو كابتن عماد. أيوة السلام عليكم. واضح صوت؟ واضح صوت تماما. أنا ما بيجي الصوت من السماعة، بيجي من بكل الأحوال. أهلا ومرحبا بك كابتن عماد حداد اللاعب السابق لنادي أهلي حلب. اليوم تم تعيين شادي حلوة رئيسا للنادي الحلبي، أريد منك رأيك عن هذا التعيين لشادي حلوة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، تحياتنا للمشاهدين وللقائمين على برنامجكم، وتحياتي لك استاذ وسيم. اهلا ومرحبا بك. بالنسبه لموضوع رئاسه نادي الاتحاد، يعني خلينا نكون متفقين كلياتنا انه نحن بسوريا ما في عندنا رياضه يعني للامانه. والشغل اللي عم ينشغل يعني على قد الامكانيات. هلا نحن اذا بدنا نطلع شادي حلوه كشخص وكقيمه بينه وبين نادي الاتحاد، اكيد الفارق كبير، واغلب الجماهير ما يعني ما هي ضد هذا الموضوع، ضد هذا الشخص انه يصير رئيس نادي الاتحاد. لكن نحن اذا نحكي بتجرد للامانه، قبل الازمه وخلال الازمه
استلموا كبار نادي الاتحاد وتخللهم دكاترة ومهندسين وقائمين بالأعمال الرياضية منذ سنوات ومثلوا اتحاد الكرة، ما انعمل شيء للنادي. اليوم شادي حلوة، هلا ما بنعرف ايش موضوع الانسحاب، نحن هل هو اتفاقيه بين بعض انسحاب ونجاحه بالتزكيه للاستاذ مفيد مزيك والاستاذ زياد شنف عمر، يعني ما بنعرف ايش الموضوع وايش السيستم اللي اتفقوا عليه هم كلهم. بالعموم يمكن اللي انعمل بالنادي، انا حكيته مع ان شويه محبين من نساوي بس مباشر على الفيسبوك، حكيته من 9 سنوات انه هالاطفال بالنادي يحق لهم يدخلوا على مرافق صحيه جيده، بنيه تحتيه جيده، الصوت واضح؟ واضح تماما. ايوه، فاللي عمله شادي اليوم يعني مثل نحن بالرياضة السورية بشكل عام ما لنا شايفين شيء. يعني اليوم أكبر نادي في سوريا وأكبر شعبية يمكن على القارة الآسيوية بيحدد مصير رئيس النادي 246 ناخب فقط، من بيحدد هيكلية مجلس إدارة 246 ناخب. يعني هل أي رياضة ممكن تصير بهذا الموضوع؟ فنحن دائما بكل مفاصل سوريا كل شيء بيتجهز، كل شيء بينطبق، كل انسان بيجي وبيروح بدون ما نعرف الاسباب ليش اجى وليش مشي. يعني دخول شادي حلوه لا يفرق نهائيا بزمانه عن دخول دباس لاتحاد الكره، كمان دخل كداعم بعدين كعضو اتحاد كره بعدين جلس على رئاسه اتحاد الكره السوريه، وهذا النادي من هاي المنظمه، فما راح نستغرب شيء. لكن نحن اليوم اللي سواه شيء بسيط، لكن جماهير الرياضة السورية للأسف صرنا نحن 50 سنة من تابع رياضة، رياضة فقيرة ما عندنا شيء، صرنا أي شيء نشوفه نفكره إنجاز أو نفكره بطولة، زي ما مع كوبر فزنا على الهند شالوه على الأكتاف ودخل على سوريا هو محمول على الأكتاف، يعني رغم ما في إنجاز. ممكن لو كان المنتخب بدون مدرب أو بأي مدرب وطني ما نقول يحقق أفضل، يحقق نفس اللي تحقق. لكن كابتن عماد يعني اسمح لي لهذه المقاطعة، شادي حلوة تاريخ هذا الشخص، هو عمل كمراسل حربي مع القنوات التابعة للنظام ولا يمتلك أي خبرة رياضية على مستوى الأندية السورية. الجماهير الأهلاوية وأنتم كلاعبين سابقين ونجوم سابقين في هذا النادي الأكبر على مستوى سوريا، هل ترضون عن هذا التعيين؟ أكيد ما بنرضى، وأنا كنجوم سوريا من أحد نجوم هذا النادي أو لاعبين هذا النادي يمكن لعبت فترة بسيطة أنا مريت، ولا النجوم الثانيين لهذا النادي اللي نحن من كن لهم كل المحبة، الغالبية مو راضيين، الغالبية مبتعدين أصلا عن الرياضة من 2 3 سنين، إلا سبحان الله الولاء للنادي إلا ما نتابع أخباره بين الفترة والأخرى. اليوم إذا نحن قلت لك أنا من البداية نحن نحكي عن الشخص ولا نحكي بتجرد عن نادي قائم ضمن منظومة وضمن بلد هاي الإمكانيات الرياضية عنا؟ فإذا نحن نطلع من مبدأ منظومة فكل مفاصل الأندية ومفاصل المؤسسات في سوريا لازم تكون إلى ولاء للنظام الحاكم، صح ولا لا؟ طب وهذا النادي من هاي المنظومة. يعني اليوم أنا شفت أبناء النادي واللي هن يمتلكوا ثقافة وشهادات جامعية ما عملوا شيء للنادي، مع أني مواضيع بسيطة أنك أنت تسوي بنية تحتية تسوي، هو عرف يلعبها صح. اليوم إذا أحكي أنا عن الشخص أكيد أنا ما برضى يكون رئيس نادي، هذا أكيد. لكن إذا أحكي عن العمل وأقيم العمل بتجرد، اللي انعمل للبنية التحتية للنادي انعمل شيء جيد ضمن الإمكانيات رغم أنها بسيطة، لكن غيره ما عملت. جلسوا أبناء النادي برجع بعيد من خبرات ومن شهادات دراسية كابتن، ما عملوا شيء. كابتن هم جلسوا بإرادتهم، انسحبوا بإرادتهم، أم أن هناك ضغوطات ربما فرضت عليهم لأبناء النادي السابقين من أجل إدخال أشخاص آخرين ضمن مجلس إدارة نادي أهلي حلب؟
لا أعتقد فرض عليهم الانسحاب، أعتقد فرض عليهم الانسحاب. لكن المشكلة فينا لما أنت تتبنى رأي بيطلع الشخص نفسه بيكذبك بالرأي، ما بيقدروا أنت بتعرف. فهنا معذورين ليش ما بيقدروا يحكوا الحقيقة. ممكن في ناس ضعف شخصية، ناس بتخاف، ناس كذا. لكن أنا بعتقد يعني أنه في حسابات، وممكن يكون يعني أن يكون في اتفاق مع شادي حلوي للانسحاب من الترشح. ما بتعرف ايش القصه يعني، ولا بتقدر توصل له. دائما الحقيقه عندنا نحن باي مفصل مبهمه. ليش؟ لان ما بيظهروا الحقيقه كما هي للجماهير اللي بيهمها هذا الموضوع. صار كتير مجادلات بين الجماهير، بين مع وبين ضد أن يكون، لكن بالنهاية الجمهور بده عمل، بده نتيجة. والجمهور أغلبه حاليا ما بيعرف بالتاريخ، ما بيعرف إيش مكانة نادي الاتحاد. خلينا نكون منطقيين يعني، اللي بيعرفوا قيمة نادي الاتحاد ابتعدوا وما بشاركوا لا من قريب ولا من بعيد، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا بيطلع شيء بالإيد. كل شيء مخطط له، واحد زائد واحد يساوي اثنين. لكن هو عرف يلعبها صح، عرف يساوي أرض تليق بنادي الاتحاد، زبط المدرجات، نظف الملعب، زبط المرافق العامة للأطفال يعني تصور أنا لاعب عام 89، آخر مرة نزلت على سوريا بعام 2010، ما هو من شغل مسمار بمنشآت النادي. طب وين الإدارات؟ علما أني أول ريع مباراة واحدة ممكن أنت تزبط فيها المنشآت والبنية التحتية بالنادي كاملة، لكن ما حد بيشتغل. ما يعني كان حجة الإدارات السابقة لما نقول لهم يا جماعة أن هذه موضوع بسيط وهذه موضوع بسيط وبصير شيء بليق بنادي الاتحاد، يقول لك لا، لازم عنا مرجعية، نرجع للاتحاد الرياضي العام فرع حلب، واتحاد الرياضي فرع حلب يجيب موافقة من الاتحاد الرياضي فرع دمشق. طيب كيف هذا الرجل الآن أجا اشتغل وزبط المدرجات وزبط الأرض وركب؟ كيف استطاع ذلك كابتن عماد؟ كيف استطاع ذلك أن يعني يهتم بهذه المنشآت؟ وسؤال آخر أيضا يرتبط بهذا الموضوع، الأمر هو فقط إصلاح المنشآت والكراسي وأرضيات الملعب، أم أن الأمر هو يحتاج إلى تطوير مستوى اللاعبين، تطوير مستوى فريق أهلي حلب على صعيد كرة القدم وكرة السلة؟ الأمر هو ليس متعلق فقط بالمنشآت، الرياضة السورية تتدهور على مستوى المنتخب وعلى مستوى الأندية. الأندية السورية الآن تم تصنيفها في البطولة رقم 3 وهي الأخيرة على الصعيد الآسيوي. نعم أكيد. الله، نحن دائما واجهة النادي في ملفين ضروريات، واجهة النادي في ملفين اللي هن ملف كرة القدم وملف كرة السلة، هن واجهت لهذا. للأمانة أنا عندي اطلاع على بعض أعضاء مجلس الإدارة، يعني بقدر أقول مكتب الاستثمار بأيدي أمينة، مكتب التنظيم بأيدي أمينة، لكن هل هم بالمجال العملي فيما بعد؟ هاي الأيام بتكشف النهاية، حيكونوا تبع ولا حيكونوا صاحبين قرار؟ أكيد لازم يكون في لجان احترافية من الكابتن أيمن حبال، لازم ما يشتغل بقرار فردي، وممكن الأمور تمشي، يعني ممكن الأمور تمشي. لكن نحن إذا نكون واقعيين نقدر نقول ليس بالإمكان أكثر من ما كان. نقيم رئيس النادي كشخص شيء وكعمل شيء. أنا دائما بحكي بدون تجرد أو بتجرد عفوا. فأنا إذا أقيم كعمل، أنا عم بشوف عمل على أرض الواقع لو كان إني بسيط، لكن غيره ما عمله. فنحن ما بنبخس الناس حقوقها أو أشيائها. فنحن شفنا عمل غيره ما عمله، بظل قبل الأزمة، بظل إمكانيات أكبر من هيك، حضور جماهيري، إيرادات مباريات، ما نعمل هذا العمل. كابتن عماد، يعني غير نافذ في حكومة النظام، سواء كان لاعب سابق أو يعني عضو مجلس إدارة سابق غير شادي حلوة، ولكن هو ربما أو على الأغلب نافذ يستطيع الدخول في مفاصل حكومة النظام.
صحيح صحيح. الله، انا 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 معك 100%. في ناس بيقدروا يجيبوا موافقات وناس ما بتقدر تجيبها، لان نحن بنعرف المعايير اللي بيتم فيها العمل بكافه مفاصل المؤسسات في سوريا، مو بس مفصل الانديه، بكافه المفاصل. لكن بالنهايه الجمهور بده يشوف عمل. يعني اليوم انت قد ما كنت اداري ناجح تخسر بفريق كرة القدم ويطلع ترتيبك متزين الدوري، بينسف كل عملك الإداري الناجح. نعم. أكيد. الله، هون نحن ناس بيقولوا داخل تحت أطماع استثمارات، وارد وارد كل شيء، كل شيء مباح، هذا بتكشفه الأيام القادمة. لكن نحن اليوم هل يعقل بال2024 تحت ظل الثقل المادي والاقتصادي على الناس أني لازلنا بدنا نفكر نشغل أعضاء مجلس إدارة مجانا ونطلب منه العمل يعني بهذا الحجم؟ كمان صعبة كتير بظل بغض النظر هاي الإدارة أو غيرها بظل هاي الظروف أو ظروف تانية. فلذلك نحن الجماهير صارت أي عمل تشوفه تلاقيه أنه عمل ممتاز، عرفت علي؟ نعم. لكن بالنهاية نجوم النادي، ولا كان انا شخصيا اكيد نادي الاتحاد اكبر من شادي حلوه، واكيد غير راضين على الشيء اللي وصل الى النادي الاتحاد والبلد بشكل عام. لكن برجع قلت لك انا حكيت بتجرد عن رايي عن منشات نادي انا على ربيان فيها من عام 82 لليومنا هذا، ما تحرك في النادي شيء نهائيا. اشكرك جزيلا، شكرا. اشتغل وعرف يدخل وياخذ اصوات الجماهير. شكرا لك الكابتن عماد حداد، لاعب نادي اهلي حلب سابقا، شكرا لتواجدك معنا. ستكون بطولة يورو 2024 المقامة حاليا في ألمانيا على موعد مع صدام مرتقب بين فرنسا وبلجيكا بالدور ثمن النهائي في الساعة 7 مساء بتوقيت دمشق، وذلك على ملعب ميركورشبيل أرينا في مدينة دوسلدورف. الكفة بين المنتخبين متقاربة قياسا بالأداء والنتائج في دور المجموعات، لكن فرنسا تريد حسم المواجهة بمجموعة مرعبة من المهاجمين بقيادة كيليان مبابي، فهم يطمحون لإيجاد الحلول للوصول إلى الشباك، إذ اكتفى الفريق بتسجيل هدفين فقط في 3 مباريات. تشهد هذه المباراة مواجهة من نوع خاص بين كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا المنتقل قبل فترة قصيرة لريال مدريد الإسباني، وكيفن دي برويني قائد بلجيكا والنجم مانشستر سيتي الإنجليزي. الفرجة والمتابعة والتشويق، كل هذه العوامل ستجتمع مع تواجد هذين النجمين العملاقين في هذه القمة بين الجارين. لكن هل سيتغلب اندفاع وقوة أداء مبابي وزملائه عثمان ديمبلي وأنطوان غريزمان وماركوس تورام على ذكاء ودهاء دي برويني رفقة المراوغ جيرمي دوكو وصاحب 3 أهداف ملغاة في دور المجموعات روميلو لوكاكو؟ وفي فرانكفورت يحاول منتخب البرتغال بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو يحاول تصحيح مساره حينما يلاقي نظيره سلوفيني بدور 16 بعد أيام قليلة من الخسارة المفاجئة على يد جورجيا بهدفين دون رد في دور المجموعات. وجاءت الهزيمة لتفتح الباب أمام سيل من الانتقادات للمدرب الإسباني روبرتو مارتينيز طريقته في اللعب رغم إشراكه عددا كبيرا من اللاعبين البدلاء، لكن الترشيحات في هذه المباراة تصب في صالح رفاق رونالدو، غير أن المهمة لن تكون سهلة أمام منتخب سلوفينيا الذي يطمح لمواصلة كتابة التاريخ بعد بلوغه هذا الدور لأول مرة في تاريخ مشاركته في المسابقات الكبرى. الأنظار في مباراة البرتغال وسلوفينيا ستتجه إلى نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو الذي لم يسجل في المباريات الثلاث بدور المجموعات، واستبدل خلال المواجهة الأخيرة في الدقيقة 66، بل فشل أيضا في التسجيل في آخر 7 مباريات ضمن البطولات الكبرى بقميص منتخب بلاده، وهي أطول مدة توقف فيها عن التسجيل، لكنه ساهم بهدف صنعه لزميله برونو فرنانديز في مباراة تركيا. فهل سيكسر الدون صيامه عن التهديف مع برازيل أوروبا في لقاء الدور ثمن
النهائي. في مباريات الأمس أوقف المنتخب الإسباني مغامرة نظيره الجورجي في يورو 2024 بعدما تغلب عليه بأربعة أهداف لهدف على ملعب راين إنرجي بمدينة كولن ضمن الدور ثمن النهائي لكأس أمم أوروبا. افتتح المنتخب الجورجي التسجيل بعد 18 دقيقة على انطلاق الشوط الأول، وجاء بالنيران الصديقة عبر المدافع الإسباني روبن لو نورماند، وأدرك لاعب الوسط رودري هدف التعادل للمنتخب الإسباني عند الدقيقة 39 لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله. في الحصة الثانية كثف المنتخب الإسباني من ضغطه الهجومي بغية حسم المواجهة لصالحه لينجح في تسجيل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق فابيان رويز ونيكولاس ويليامز وداني أولمو في الدقائق 51 و75 و83. وفي مباراة أخرى تغلب المنتخب الإنجليزي بصعوبة على نظيره السلوفاكي بهدفين لهدف واحد. انتهى شوط إضافي لهذا اليوم، دمتم بألف خير.